وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألك اليوم سأقول: ما الفرق بين العين والحسد؟ العين مأخوذة من عانى يعين إذا أصابه بعينه، العين الجارحة، وأصلها أن يعجب العائن بشيء ثم يتبعه بنفسه الخبيثة ثم يستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين، هكذا كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. والحسد هو تمني زوال النعمة من عند أخيه ولم تتحول إليه. ولذلك يقول الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الحسد تمني زوال نعمة من هو مستحق لها، أو تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها. إذن من هنا نخلص الفرق بين العين والحسد، أن الحسد أعم من العين، ولذلك نقول كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. لكل عائن يعني نظر بعينه هو يحسد، وليس كل حاسد عائنا. ليه؟ لأنه ممكن أن هو يحسد من غير أن ينظر بالعين الجارحة، جالس في مجلس سمع أن فلان اشترى سيارة جديدة، تحركت نفسه الخبيثة وتمنى زوال النعمة، هذا يعتبر حاسد وليس عائن، لم يرى الدابة بل سمع. الأمر الثاني أن العائن أضر من الحاسد. ليه؟ لأن العائن يحسد الشيء الذي يراه. طيب الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، والعائن لا يعين إلا ما يراه والموجود بالفعل، الموجود فعلا العائن. أما الحاسد ممكن شيء لم يره، هو شيء ما حدث بس سمع أن فلان هذا احتمال تجده ترقية والعياذ بالله فقام بحسده. ولذلك الحسد هذا يعني هو عبارة عن إيش؟ أن القلب يحترق أن ويستكثر النعمة على المحسود. أما بالنسبة للعين هو عبارة عن نظرة انقدحت من نفس خبيثة والعياذ بالله. والحسد لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى كماله ولده، والعين تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله. يعني الحاسد لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى، يعني الحاسد ما في إنسان بيحسد في ماله وفي ولده، لكن العائن ممكن يعين ماله ممكن يعين ولده. والخلاصة أن الحاسد أن العائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد، ولهذا قال الله عز وجل: من شر حاسد إذا حسد، ولم يقل من شر عائن لأنه أعم والعياذ بالله، يحسد الشيء اللي رآه والشيء الذي لم يره والشيء الذي بالفعل أمامه والشيء الذي يتوقع أن يحدث. وكل عائن حاسد ولا بد من ذلك ما لم يبرك، وليس كل حاسد عائنا. فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته كما جاء ذلك في بدائع الفوائد. أما بالنسبة لحكمها لا شك أنها حرام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة النهي كما عند مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولذلك جاء عند اللجنة الدائمة: نهى النبي عليه الصلاة والسلام المكلف أن يضر نفسه أو أن يضر غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه أو على غيره. وأيضا الإنسان الذي يتعمد إصابة الناس بالعين ويهددهم بذلك فلا شك أنه آثم، وعلى ولي الأمر أن يحبسه سبحان الله كما قال أهل العلم وكما جاء في المذاهب، ويمنعه من لقاء الناس، وينفق عليه إذا كان فقيرا حتى يتوب توبة نصوحا، أو يموت فيرتاح الناس من شره وضرره. ولذلك في الحديث عند أبي نعيم في الحلية حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة قال: إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا رأى شيئا أيها الكرام الفضلاء فأعجبه فليبرك حتى يقي
أن يصيبه بالعين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من حديث في قصة عمرو بن ربيعة وسهل بن حنيف عند مالك في الموطأ عند أحمد، قال: والله ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل. قال: من تتهم؟ قال: أتهم عامرا. فجاء به النبي وقال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، ألا بركت. ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك. وإيش علاجه؟ علاجه الرقية. عن أم سلمة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما هو متفق عليه عند البخاري ومسلم، في لما رأى في بيتها جارة في وجهها السفعة، يعني بقعة سوداء، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الفراء: سفعة يعني نظرة من، يعني نظرة من الجن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي حسنه الألباني رحمة الله على الجميع من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت الفلق والناس، قال: يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنسان. كان النبي الأول يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ أحد بمثلهما، ما تعوذ أحد بمثلهما. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر وضر، وينجينا من البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم أبي رحمة الأبرار، واحفظ بيتي على طاعتك يا عزيز يا غفار، واشف أخي شفاء لا يغادر سقما كل مريض مسلم، وبارك في أهلي وذرياتي وأصلح نياتي. صلى الله عليه وسلم على وصحبه وسلم. تم تحرير صوتيا في يوم الخميس عشية لعشر خلونا من ربيع الأول لعام 41 و400 هجري النبي عليه الصلاة والسلام. وننوه أن الاحتفال بالمولد بدعة فاجتنبوها، فالنبي أراد منك الاتباع وليس الاحتفال عليه الصلاة والسلام. ابكيه انا العدل ولا بلاش، خذ يا مخو.